السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم واحد الكيكه ان شاء الله كنتمنى تعجبكم. كتجي زوينه بالليمون وتجي مسفجه وتجي مهويه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. ودابا غادي ندوزو باش غادي نسكروا بعدا نطيبوا دوائر ديال الليمون. انا عندي هنا جوج ليمونات صغار قطعتهم دوائر بحال هكا كما كتشوفوا، وعندي كاس ديال الماء، وعندي نص كاس تاع السكر سنيده صغير. غادي نديرهم فوق البوطه باش ان شاء الله يطيب لنا. نديروا الماء ونديروا عليه السنيده ونخليهم حتى يغليو. ملي بدا كيغلي لينا الماء والسكر كيولي لنا هكا، كنخليو نحطو فيه الليمون باش يطيب لينا فيه هاد السيرو. نخليهم هكا حتى يطيب لينا يطيبوا لينا هاد الدوائر ويطلقوا السيرو ديالهم. بعد ما طابوا لينا هاد الدوائر ديال الحب تاو عفوا ديال الليمون غادي نزوقهم. بعد ما تعلقوا شربوا لينا السيرو تاع الماء والسكر وما يزيناهم. وهاد السيرو اللي بقى لينا هنا غادي نعاودو نصاوبو فيه واحد لاصوص ونوريو عليكم ان شاء الله. بعد ما استفنا الدوائر ديال الليمون دابا غادي ندوزو ان شاء الله للمقادير. عندنا 4 البيضات بحرارة المطبخ، عندنا 2 خمارات، عندنا 1 فاني، عندنا كاس تاع سكر تاع العنبة، وعندنا كاس صغير ديال الزيت ما عمرش، وعندنا كاس ديال العنبة ديال الليمون، وعندنا قشور ديال الحامض عفوا قشور ديال الليمون، وغادي نديرو واحد القبيصة ديال الملحة، وعندي هنا 2 كيسان ديال العنبة ديال الدقيق، 2 كيسان ديال الدقيق العنبة هما غربلتهم هنايا. دابا غادي نبداو ان شاء الله. بسم الله. عندي هنا 4 البيضات، ندير معاهم قبيصة الملحة. هادي كيكة تجي رائعة بمذاق الليمون، قبيصة الملحة هاهي. غادي نخويو عليها الكاس ديال السكر سنيدة، وغادي نخلطو مزيان حتى يبيض، واللي عنده الخلاط الكهربائي يخلط، اللي عنده الطراب الكهربائي يطرب به. انا غادي نبقى نخلط هذا الشكل هكا حتى يبيض ليا الخليط. هما كنطربوهم هكا حتى كيبيض لينا واحد الشويه، وكما قلت لكم اللي عنده الطراب الكهربائي يديرو. كنطربو مزيان. بعد ما طربنا البيض مزيان واللي عنده الطراب كما قلت لكم يطرب به، غادي نضيفو الفاني، وغادي نديرو نص كاس لا روب تقريبا ديال الزيت، وغادي ندير الكاس ديال الليمون هو عامر كاس العنبه،
وغادي ندير القشور ديال الحامض قشور الليمون عفوا البرتقال كنخلطو مزيان وكنبداو نضيفو الدقيق شوي بشوي انا دايره هنا جوج كيسان ندفعهم على دفوع نديرهم على دفوعات ما عرفت مالي اليوم في هذا الفيديو كنغلط وكندير الخميره مع الدقيق جوج خمارات ديال 7 غرام الوحده وكنخلطوها نكملو الدقيق اللي بقى لينا الدقيق من طبيعة الحال خصو يكون مغربل باش تهوى ليكم الكيكة كما كتشوفو ونخويو على هاد الدوائر ديال الليمون هاد الكيكة انا راه ديما كنصوبها بالليمون كتجي زوينة ودابا بغيت نشاركها معكم حتى نتوما تجربوها دابا غادي نخشيوها في الفران بعد ما سخنا الفران يكون الفران مزيان سخون ونخشيوها فيه تقريبا واحد 45 دقيقة كيف ما العادة بحال كيف تنديرو الكيكة ملي كنخشيو الكيكة في الفرن كنقصو الفران وكنخليوها تطيب على خاطرها حتى كطلع ومن طبيعة الحال راه الكيكة كلشي كيعرف ما كنحلوش عليها الفرن حتى كتنفخ تتدوز تقريبا واحد 40 دقيقة عاد كتحلي وتشوفي المهم الماكسيموم كتاخد 45 دقيقة تقريبا كاع الى 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 تعطلات ودابا غادي ان شاء الله ملي كطيب لينا الكيكة وكتبرد غادي نرافقوها بواحد غادي نسقيوها بهاد لاصوص هاد لاصوص تتجي من الفوق زوينه غادي نقول لكم المقادير ديالها عندي كاس كبير ديال الليمون عصير الليمون ما عمرش عندي هنا 3 المعالق ديال السكر سنيده وعندي هنا معلقه ديال التنشا غادي ندير كلشي فوق النار دابا تشوفوا كيفاش ونعاودوا نتلاقاو دابا داك السيرو اللي بقى لينا فاش طيبنا دوك الدوائر ديال الليمون كيبقى لينا هنايا وراه واخا تيجمد مع العافيه وغادي يتطلق غادي نزيد عليه انا 3 المعالق ديال السكر هما اللي قلت لكم ها هما 3 3 المعالق ديال السكر ها هما غادي نخوي الكاس تاع الليمون اللي وريتكم كبير ها هو نحرك واحد شويه ونديرو المعلقه ديال التنشا نديرو المعلقه ديال التنشا وحنا كنحركو باش ما تكورش لينا ها هو داك السير راه داب ها هو شتي بدا تيدوب ملي كتعقد لينا هاد لاصوص هي اللي كنهزو كنخويوها فوق الكيك
بعد ما كطيب لينا الكيكه كنخرجوها من الفران كنحيدوا لها هذا القاعد كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نجيبو ديك لاصوص ونديروها فوقها ونقدموها لكم في الشكل النهائي ديالها. بعد ما عقدات لينا لاصوص كنجيو كنفرغوها فوق الكيك بهذا الشكل هكا كتعطيها واحد المنظر وكتعطيها حتى اللذة. انا متيقنه الا جربتوها غادي تعجبكم ان شاء الله. ها هي بعد ما سالينا نزيد واحد شويه على داك الوسط بان ليا خاصو شويه تاع ها هو كنسقيوها كامله بهداك لاصوص ديال الليمون ونشا كتجي على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم ونخليوها حتى تبرد ان شاء الله ونقدموها لكم تشوفوا كي جات. دابا غادي نقطعوا باش نوري لكم كي تجي من الداخل كتجي مهويه ومشفجه ولذيذه. هيا نتوما كما كتشوفوا كتجي لذيذه وكتجي مشفجه. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله والى فيديو اخر ان شاء الله. كتجي رائعه لا في المذاق ولا في الشكل.